على تبوك، هذا حق الشتري، ما عندك الشتري غير تبوك. سحبوا لما باع في المتطورة، سحب السهم سحبة، وصلوا سقف القناة، ضرب 161 فيبو من موجة ما قبل كورونا، وجاب النسبة الذهبية ونزل. وشوفوا الآن له 3 شهور ضاغط زيه زي كل الإسمنتات، لكنه فين أصبح الآن؟ أصبح الآن مفروض أنه يتمركز فوق 21، بس خلينا نقول كمل الضغط، أضغط يا أخوي، تبغى تنزل عند قاع الشمعة من محل ما انطلقت 19.34 هنا في هذا المستوى. طيب وبعدين يا سمين تبوك لما توصل لهنا بتكون أنت داخل القناة الصاعدة وقربت من قاعها، وبعدين يا أخوي إيش تبغى تسوي؟ تروح الميتين وتروح عند الأهداف دي قريبة 30 ريال، يعني مشروع 50% مرة تانية. يا سلام، وهذه المستويات يطل من اليسار لليمين، الله أكبر. هذه القيعان اللي كانت في 2007 زي اسمنت الشرقية نفس الفيلم، إذا اسمنت الشرقية 67 قريبة 70 هتكون هذه المستويات، اسمنت أبوك قريبة 30 ريال. يعني كل ما ضغطك زي كل ما ضغطك عند 20 وتحت عشان يروح للثلاثين 50%، وبعدين موجود داخل إيش قناة صاعدة وصمام أمان بصراحة. هذه المستويات اللي هي قمة ما قبل كورونا 18.5، وعندك الخط هذا قلنا 38 فيبو من الموجة، يعني كأنه نزل من 61 ل 38، يعني بالعربي بدون إذن ولا دستور. هذا لو يغلط غلطة عمره ويكسر العشرين صدقوني ما راح ينتنك، من 20 وتحت كله شراء شراء شراء، العالم حتدخل تحط طلبات طلبات مخفية وحيقعدوا يشتروا، يقول لك هذا برضو لأنه شايفين المنظر قدامه إنه السهم قيده معدي مناطق قوية. شوف جننته من عام 2016، شوف جاء في كورونا ما قدر، جاء اخترقها في أول العام وارتاحوا وارتاحوا الآن في 6-7 شهور دي ويجي طالعين. على فكرة هو آخر سهم طلع جاب هدف اسمنت تبوك من بين الاسمنتات كلها، لذلك تلاقوا قمته قريبة قبل 4 شهور.